السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. وفيك الله يسلمك. بعد إذنك بس ممكن استفسار. تفضل. حكم حلق اللحية خوفا يعني عشان اللجان اللي على الطريق اليومين ده وكلام من ده. والله يعني الأصل أن النبي أمر بذلك، وإذا كانت عليك يعني مشقة ولا تستطيع أن تتحمل التوابع، فالله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن أنصحك بالثبات والاستقامة، واحفظ الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك.